هنا برضو دايما استاذ عصام عارف هذه الكلمه، انا باخد الطرف الاخر انا اللي هو يعني هو لم مني هو لم بالعكس هو لم يهجم على الاتحاد وينتزع السلطات دي. الترابيزه هي اللي عملت الترابيزه هو انا دلوقتي قاعدين للأسف. مع بعض اعضاء فكلهم زي بعض. حضرتك قلنا ايه؟ قلنا الاستاذ خالد هو المكلف بهذا الموضوع او مش هتفرق، او خالد قال لكم عاوز فندق ولا حد قال له لا. يعني في قرار من اتحاد الكوره بيقول ان الكابتن حازم امام هو اللي كذا. هو كده ايه؟ هو اللي مسؤول عن ما حدث، ده هو اللي حارب على بس هو في نقطه برضه، ما انا لما اكون مسؤول برضه عن حاجه وانتوا ادوتوني المسؤوليه في حاجه معينه وفشلت، لا انا قبل ما انفذ الموضوع ده ما انا لازم نقعد ونناقش. اذا كان انا نقعد مع مين؟ بس بعد اذن حضرتك نقعد مع مين؟ اذا كان هو الراجل اصلا قال لهم انا هجيب المدرب، واحد تاني قال وانا ساتي بالمياه، والتاني قال ساتيكم بالقرب. لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش نقعد ونناقش. انت كده بتتكلم في الصح اللي هو زي ما الكابتن ماهر قال والاستاذ خالد اكد. انا متهيألي ماهر امام من 30 سنه هو الكلام، يعني لو جبنا شرايط قديمه الكابتن شاذلي من 60 سنه كان بيشتكي الله يرحمه نفس الشاذة، والكابتن شحتة لما سميث جه وبقى ملوش عزا، والكابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه كان خطيب، خدوا قرار ان الراجل يقعد على جنبه، كابتن شحتة الاسماعيلي الله يرحمه يقود ما تبقى. تمام، فهي ما اشبه الليله بالبارحه يعني، وبالتالي المشكله وبكره مشكله بقى دي المشكله، لانه وانت في حاله وهن. بالمناسبه الاعلام لا يزعجها ابدا ان احنا لما نتكلم عن اشخاصهم الاعتباريه محدش بقى يزعل ان انا بقول على محمد حشيش، لا يا عم محمد حشيش ده صديق صاحب ما اعرفوش جار. انا بتكلم بقى اما اقول فاشل قزم اداريا فنيا او اداريا او قزم أو المكان. وبالتالي يعني ايه بدايه كده انك انت وانت بتقيل مدير فني فشل تقول توجيه الشكر؟ يا راجل توجيه الشكر حتى كجمله ما عندكوش حد يكتبها، اقاله فيتوريا وتوجيه الشكر. احنا ناس مشايخ عرب وكل حاجه بس مش توجيه الشكر. ليه يا عم؟ وكان جاي عندنا يعني يخطب ورفضناه. هو مع السلامه وربنا يوفقك. لا يا كابتن لا يا كابتن، انا جايب لك دي ليه؟ لان دي مهمه في فكره انتم لا تستطيعوا ولا تملكوا طموح المصريين، وبالتالي اذا انت عايز تقفز بقى على كل ده لا في حد اصلا كان يقدر يوقف حكايه الكباتن اللي كل واحد خد منتخب ولا الاختيارات. الامال الان او بدايتها 10% انه لما يتعين كابتن علاء نبيل، والا بقى يبقى اللي قاله الليله والبارحه وبكره وربما بعد بكره انه يجي ويصمم على اختصاصات. ده انا عاجبني نبره التفاؤل. عشان كده صمم انا اقول حاجه بس صغيره تكمله الكلام بتاعك. انا كان متحمس كابتن علاء، انا عاجبني حماسه قوي. عشان كده بسال دلوقتي احنا لازم يحصل فيه قرارات خلال الفتره اللي جايه، ما لازم يبقى موجود. مين اللي هياخدها؟ الاتحاد برضه مختارتك ولا المدير الفني اللي جه؟ الاتحاد مين؟ اولا انت عايز الشكل اللي لازم الكره، مش هقول لك الجديد لانه لا في جديد ولا في قديم، لانه في الاخر كل من طور ما بيجيش. يعني فكره انه الكابتن علاء حتى علاء نبيل اهو بكل تجربته مع الكابتن وعاشوها، كابتن جوهري توفاه الله وهو عامل 3000 ناشئ وكان احلامهم ان السيد ولي العهد الاردني يسلم عليهم والنزيف عمال شغال ولم يخرج من الملعب عشان الاولاد دي. وبالتالي هو عاش تجربه المدير الفني ب 212 ورقه قلت لحضرتك عليهم كان مسلمهم للكابتن سمير قبل ما ينقلب عليه بعض نجوم الكره، سماهم اولاده عشان دوري الرديف، عشان يعني ايه لجنه، عشان يعني ايه ترابيزه. ما هو ده الكلام اللي بيتكلم فيه.